إذا قلت آه ألاقيه سند لإلي. مضطرة أنا أروح أعمل تنازلات عشان أطلع بطيارة خاصة، حفلات خاصة مقابل مبلغ مادي. شو زين كارازون بترضى برجل من غير دين؟ أي برضى برجل من غير دين. مواصفات رجل أحلامك، خبريني شوي. رجل لما أقول أخ ألاقيه سند، لا أريد شيء، أريد رجلاً. أين هو الرجل الذي إذا قلت آه ألاقيه سند لإلي؟ لأنه للأسف أنا بقول بالزمن هذا اللي صرنا فيه، لقد أصبحنا الرجال الذي نريد أن نتزوجهم. فصعب كتير تلاقي هلأ الزلمة اللي أنت تسندي حياتك وكل شيء عليك، لما تقولي أنا خلص بدي وقف شغل، بدي أقعد بالبيت، ورجيني شو رح تعمل. ما في سند؟ ما لقيتي حدا بهالمواصفات؟ ما في أبدا؟ ما في. أحتاج أبكي أفضل أي أحد أقوله؟ أنا ما عم بقلك إنه ما لقيت الرجل اللي يوفر لي كل شيء. في الرجل يوفر كل شيء، بس هو الموضوع مش إنه يوفر لي حياة ومصاري وفلوس، ولا يوفر لي الأمان، شعور الأمان، شعور الرجل اللي أنا لما أقول صار معي مشكلة ألاقي أول واحد واقف راكد لي. هذا اللي عم بدور عليه. المواقف، الرجل بمواقفه بحنيته بكيف يكون السند لإلك بظهرك دائما، مش موضوع مصاري. هل صحيح إنه الرجال هلا ما عاد يعمل كتير إيفورت ليكون مع مرة؟ ولا شيء للأسف، عادي هي تقدم له المهر والبيت وكل شيء، بس ضل راجل يكون جميل. عادي هيك احنا شكلنا ترى موجود، ترى موجود هذا الحكي موجود بحياتنا، ما بنقدر ولا بنقدر ننكر نقول انه لا. بس انا برجع بقول لك الرجل بخاف يرتبط بامرأة قوية. انت كنت بتقولي انه مواصفات الاجنبي احسن من العرب. ايه طبعا. ليش؟ لأنه الرجل الأجنبي عادي يقوم يغير البامبرز للبيبي تبعه، الرجل الشرقي ما بيقبلها حاله. لا بس في رجال، في الكثير من الرجال 5% من الرجل الشرقي بيقبل على حاله أنه يغير البامبرز لابنه. أما الرجل زين في كثير رجال. أنا لسه مبارح كنا قاعدين في هاي الجلسة وصار نقاش بين صاحبتي وزوجها أنه أنا علي جيب لك مصاري وأمن لك وأنت عليك تربي البيبي. No. هاي مشاركة، هاي حياة. طب المرأة كمان لما تولد من حقها أنها تأخذ الناب تاعيتها، من حقها أنها تنام، من حقها أنه أنت تقوم تعمل له الرضعة، تغير بامبرز، وين العيب؟ ما هو بالآخر كمان ابنك. فلا، الرجل الشرقي لا يقبل. إذا أجتك الفرصة تتزوجي حدا أجنبي من غير ديانة؟ آه بتزوج. ما بيغير دينه؟ آه عادي بالنسبة لإلك؟ عادي طبعا عادي، لأنه أنا بالنسبة لإلي الدين هو أخلاق ومعاملة. يا ما في ناس تدعي الأخلاقيات وتدعي إنها هي ولكن في الحقيقة هو ظالم، هو آكل حق يتامى، هو بيضرب، هو بيهين، هو كتير شغلات. طب أنت ما عم بتطبق الدين صح في بيتك. فالدين هو أخلاق ومعاملة وإنسانية، كيف إنك أنت تحترم إنه أنا إنسان، تحترم المرأة، تحترم الابن، هذا الدين. ترى يعني زين كارازون بترضى برجل من غير دين؟ اي برضى برجل من غير دين. الى اي مدى انت جريئه؟ شو الماكسيموم اللي تروحي فيه على السوشيال ميديا؟ كل شيء بخص المراه، نظافتها، اسلوبها، القصص، المشاكل اللي بتصير معاها. لسه بتصير حالات تحرش في المواصلات، قصص التحرش الجنسي اللي حكينا فيها كتير، انه انت ما بصير تخافي، قصص الابتزاز الالكتروني اللي اخر فتره صار كتير موجود عند الصبايا، وهذا الموضوع اظن كتير قليل من الانفلونسر اللي حكوا فيه وكانوا يوعوا فيه السيدات. وانا هذا الموضوع كتير طرقت له اخر فترة، لأنه أغلب الصبايا عندي عم بتعرضوا للابتزاز الإلكتروني. أكثر قرار مو جريء، أكثر قرار بتحسي فيه بتقولي زين أنا قوية، إنه بتحسي حالك إنه مو كل حدا ممكن بياخذ قرارات مثل هيك. هلأ قرار أنا قوية وقت حادث أمي، لما أخذ قرار دخولها للعملية، وكانت نسبة نجاح عمليتها 0%، كانت بين الحياة والموت. كنت في موقف صعب جدا، ولكن أنا بهذاك الموقف حسيت حالي إنه أنا قوية وأخذت هذا الموقف. أنا ما بخاف لأنه عندي يقين بالله. يعني أنا لما وقعت وقالوا لي على مسؤوليتك أمك حتفوت العملية، التجأت لرب العالمين قلت له أنا رح أعمل اللي مطلوب إني أنا أعمله والباقي عليك. خبريني هلا، ما رح نفوت في كتير تفاصيل، بس السجن مع إنه هو أسبوع، لما طلعت كيف الحياة صرتي عم بتشوفيها؟ طلعت شخص تاني. أنا طلعت شخص صبور أكتر، طلعت شخص عرفت
مين الصديق ومين الحبيب ومين اللي انبسط ومين اللي كان بيريد للخير ومين يعني. هاي الشغلة كتير وعتني على شغلات. أوكي. أنا صداقات عمري وطفولتي بالأسبوع هذا عرفت مين هن. حسبتهم هالناس حكيتي معهم أصدقاء العمر اللي ما بحسب ما براجع. أنا بعمل ديليت وبلوك ما براجع. يعني صعب إنك تلمسني. واللي ما يدوش لقينا بيقول حامضا عني. طيب شو اللي يخلي البيست فراند أو صديقة مقربة إنه بتتخلى على زين بالنهاية؟ مش بإيدك. ما في قضية، مو بإيدك شيء وما في شيء مخل. ليه؟ هذا هاي مش صديقة، لأنها هي كانت طول هاي الفترة هي مزيفة، صديقة مزيفة، كانت بتستنى هاي اللحظة والدقيقة لحتى تتشمت أو لحتى تنبسط بالشي اللي شافته زين. هذا يدل على قلة شخصية، على كيد، على غيرة. فأنا بالنسبة لي لا يوجد صداقات حقيقية. كمية الحقد والغل اللي بتكون موجودة أنت ما بتبين معك إلا بمواقف معينة بالحياة. كيف يلك كمان عتب على الانفلونسرز؟ أول عتبين هن. أول عتب قلت إنه كلهم منافقين، والعتب الثاني اللي أنا فهمته هيك قلت إنه أنا ممكن بكون كمان مثل كل الانفلونسرز، بكون من برايفت جيت لبرايفت جيت مع البركن. فسري لي. لا هلأ، أول إشي أنا ما قلت كلهم منافقين، إنه نسبة كبيرة فجأة بتقولي نفاق. نسبة نعم في نفاق، خاصة يعني في بلدي أنا في الأردن أحكي لك. يعني أنا ما بتواجد كتير في الإيفنتات بالأردن، لأنه أنا أينو إنه كل اللي موجودين منافقين وبيحكوا علي وبتصوروا معي بس عشان يجيبوا فولوورز وعشان يجيبوا مشاهدات، وبروحوا بلفوا وجن بيحكوا علي. ففي نفاق بالسوشيال ميديا، وما فينا نقول انه كل الانفلونسر لما بيجتمعوا بكونوا بحبوا بعض. لا، هذا كله حبيبتي يا عمري حياتي واحبك وفديتك شو، وهن من ورا بعض بيدبحوا بعض وبالشركات، وكل واحدة بتسلخ التانية اسفين، وأنا بدي أخد علانها وليش دفعت لها وليش سويت لها. أنا لأنه بهذا الدومين أنا بعرف شو اللي بيصير جوا هاي القصص. ففي نفاق كتير كبير بين الانفلونسر والمشاهير. نعم، وما في صداقات حقيقية إنه هاي أنتي بستيتي وحبيبتي. نو. ما عندكم منافسة شريفة بالسوشيال ميديا؟ مش موضوع منافسة شريفة، بس خلص كل واحدة ماخدة اتيتيود معين وعايشة اللقطة فيه وطالعة فيه على المسرح، إنه أنا وما بعد الطوفان. أنا ما بحب أتعامل مع الناس هيك، أنا بنت شخصيتي كتير طبيعية، أنا ما بتعامل مع الانفلونسر أو whatever مين كان مشهور، إنه أنا عايشة اللقطة وأنا بفوت وعايشة ومناخيري للسما. ليه؟ بتلاقيني ما بنزل من التيارة الخاصة، البركن ما بتنزل من إيدي، بس الشيء اللي جواتي اللي نظيف البيور ال على الفترة هيك. أنا كمان ممكن فيني يكون ببرايفت جيت وبيكون عندي بيركن. بتلمح لشي معين بهالكلام؟ ترى 80% منهم مستأجرين البيركن، يعني البيركن مش لإلهم، استئجار. في أماكن معينة وفي أشخاص معينة بتروحي بتقولي لها أنا بدي أستأجر منك اليوم البيركن، بتدفعي وبتعملي هالصورة بتعملي الشو أوف وباي باي. مثلا يعني أتليس ما بيطلع فيك. It's okay. It's better. I know. بس أنا ليه؟ أنا مش مضطرة، أنا ما عندي القدرة على شراء هذا الشيء، ما في داعي أروح أشتري فيك أو أستأجر عشان أظهر للناس إنه أنا والله واو شوفوا معي بيركن. نو. ترى الحياة أبسط بكتير، القناعة والبساطة بالشخص لما يكون هو قنوع بالشيء اللي ربنا عطايا. أنا ما بتطلع حدا إنه مع بيركن طالع طيارة خاصة، مضطرة أنا أروح أعمل تنازلات عشان أطلع بطيارة خاصة. على شو بتلمحي exactly؟ تنازلات. في تنازلات في شوفي صفى للأسف حتى بالسوشيال ميديا وبهذا الدومين صفى في أنواع بزنس غريبة، بتجيكي عروض غريبة عجيبة ممكن شعر يعني يشيب منها. اتفاقات خاصة، حفلات خاصة، طلع الدينر مع شخص معين مقابل مبلغ مادي، يعني أمور تطلع عليها بتقولي إحنا وين وصلنا. ونعم، وفي هناك الكثير بيقبلوا هاي العروض وبيطلعوا عقود وبزنس زيه زي أي إعلان، بس غير مصرح وبيحكوا مع مدراء أعمالي يعني واصلينك هيك. يس يس. فبقولك أنا لو بدي، لو بدي يعني أنا بضحك كتير على كم واحدة بتفوت لي بتكتب لي إنه يا حرام شفتي فلانة طالعة بطيارة خاصة وعاملة بيركن وعاملة شوبينج وإنتي يا حرام. ها ها. لا أنا مو يا حرام، هي اللي يا حرام، لأنه أنا I know myself. أنا اللي بجيب الفلوس،
أنا بشغلي وبتعبي بجيب القرش. أنا أهلي معتمدين علي، أنا الحمد لله فاتحة بيوت، أنا في ناس معيشتهم، أنا في ناس برقبتي وبشتغل بجهدي وتعبي.